استاذ سعيد اتفضل. استاذ سعيد انا مستني بس الاستاذ طارق يخلص دراسته. خلص استاذ طارق. استاذ طارق لسه موجود معانا اتفضل. احنا نقابتنا كبيره وفيها موسيقيين عالميين وفيها اساتذه كبار وفيها من ضمنهم طبعا سياده الوزيره الدكتوره ايناس عبد الدايم دي معاها يعني نقابيه، الاستاذ عمر خيرت نقابي، احنا عندنا قيمه وقامات كبيره في القبط الموسيقيه، وعندنا الاستاذ هاني شاكر احنا كلنا اخترناه عشان قيمه كبيره قوي. فطبعا اللي حصل دوت ما كانش يحصل من مجلس الاداره واحد من سكرتير النقابه في وجود الاستاذ هاني شاكر. وبعدين ما يصحش ان هو يقول لي ما تمشينا وتعالى انت درها. انا قلت الاول كلمت هاني شاكر وفي حسن شاكوش وخلاص الموضوع خلص. لما قال كده هي الموضوع هاج عليه بسبب الكلمه دي، فما يصحش ان هو يقول كلمه زي دي. يعني ايه يدرها انا؟ ادرها انا باماره ايه؟ في 50 واحد يدرها. انت بقى ايه بقى عشان تقول الكلام دوت؟ انا مش عايز اتكلم في كلام تاني علشان انا ما اخشش في يعني عيب اللي حصل دوت. فارجوك يا استاذ احمد اللي حصل دوت يعني عيب قوي في حقنا كشعبه ايقاع ان هو يقول تعالوا دوروها انتم، احنا المجلس ناخد القرار اللي احنا عايزينه. هتعملوا مشكله تانية ولا الموضوع خلاص دلوقتي احنا عدينا موضوع حسن ندخل في ازمه تانية ولا ما لسه لسه ما هو بقى هو الاستاذ احمد دلوقتي قايل يا استاذ طارق دلوقتي هتدخلوا في ازمه تانية ما لازم تشوف لا يعني حلوا الموضوع ده دلوقتي خالص. انا بقول لك الاثنين لو قابلوا بعض دلوقتي في استوديو صوت او حاجه هتلاقيهم الاثنين يبوسوا بعض. هو ده الموسيقيين، خلي بالك يختلفوا على اي حاجه بسيطه والكبيره يتصالحوا عليها في ثواني. هي ده ايوه يعني. يا استاذ طارق بس مش احمد رمضان، احمد رمضان مزعل كل الناس واحمد رمضان صوته عالي وبيزعل اي حد ما يصحش. صوته عالي وبيعلوش ده طبيعه حنجرته كده. معلش في احترام برضك، انت راجل فنان وراجل موسيقي لازم تبقى كده هادي وعارف انك انت لما تيجي تتكلم بالشكه شويه وادب شويه. برضو احنا مش عايزين نجيب سيره احمد عشان احمد مش معانا دلوقتي، ولكن برضو مش عايز اقول لك برضو انت كان ممكن كانت الموضوع مش لازم تحط سكوب عليه وتعيد الكلمه مره و22. لو انت بتحب مجلس الاداره بتحب هاني شاكر ما خلاص الموضوع خلص ما اعملش. انا بحترمهم كلهم، بحترم المجلس كله. نقف هنا. انا كنت في امتحان الاسبوع اللي فات يا استاذي، انا كنت في امتحان لجنه اللي نقل العدويه المنتسب لعدويه العامل. انا كنت موجود في اللجنه انا والاستاذ هاني مهنا والمايسترو عمر فرحات وكان والاستاذ محمد ابو يزيد والدكتور علاء، كنا مجموعه زي الفل. وبعدين كانوا قالوا لنا ان هيحصل مؤتمر وحسن شاكوش هياخد الكارنيه، لكن احنا فوجئنا كلنا الشعبه كلها ان حسن المشكله. لا يا استاذي لا المشكله من امبارح خد العضويه النهارده عملنا مش قال لنا يا استاذ يا حبيبي اسمعني ايه المشكله؟ انت واخد الموضوع ده كده جامد قوي ليه؟ خد امبارح الكارنيه والنهارده اتعمل مؤتمر او العكس، ايه المشكله يا استاذ احمد موسى؟ لا هو اتاخد الكارنيه كده واتعمل مؤتمر كده ولا ما الواحد كل الناس اتكلمت ازاي تدوله؟ لا 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 مين قال كده؟ مين قال كده؟ انا منظم المؤتمر، مين قال كده؟ ذكرنا احنا فرضنا عليه الاعتذار واعتذر بدل المره 10 مرات. ايوه بس واعتذر على برنامج الاستاذ احمد موسى صح من مره من ضمن المرات مظبوط واعتذرني وكلمني في التليفون الاستاذ عبد الباسط كلمني والاستاذ اللطفي كلمني كلهم كلموني قلت لهم انا ما عنديش مانع. شاكوش تاني يعني قول لي طيب يا حبيبي يا استاذ طارق كل الناس اللي كلمتني قلت انا ما عنديش مانع الراجل ينزل ويتعمل مؤتمر ويعتذر للناس وينزل شغله وقد كان خلاص. يبقى احنا مكبرين المسائل ليه؟ يلا حبايب يلا يعني انت شايف كده المسائل بتكبر يعني؟ ايوه بتكبر ليه؟ ما خلاص الموضوع ده تدوا له كارنيه كده من غير ما يرجعوا لاي حد مننا؟ يا فندم يرجع يعني يلف الجمعيه العموميه كلهم يا جماعه ايه رايكم نعمل ولا ايه رايكم؟ مش يا جماعه انتوا انتخبتوا الناس دي؟ لا هو الاتفاق والاستاذ هاني كان الاتفاق عارف ان هو هيتعمل مؤتمر وبعد كده يدوا له الكارنيه. فوجئنا كلنا اللي معاه الكارنيه من غير ما يعمل مؤتمر. ايه الفارق بقى انه خد الكارنيه امبارح وعمل مؤتمر النهارده او اتعمل المؤتمر امبارح خد الكلام ايه الفارق؟ دي خريطه لا كده او دي اجنده كده اتنفذت كلها يا صديقي اجنده واتنفذت كلها. هل يا استاذ سعيد ما زلتوا عندكم اعتراض على انه حسن ياخد كارنيه؟ طبعا كلنا زعلانين طبعا كلنا زعلانين. لا زعلانين يعني من الواقعه النهارده ولا انه خد الكارنيه؟ طبعا كلنا زعلانين، احنا كنا رايحين خلاص خد الكارنيه خلاص واشتغل وانزل الشغل وكل حاجه، انما الكلمه اللي قالها احمد رمضان دوت زعل كل الناس. قالوا خلاص يتعمل له بقى اعاده تقييد ثاني ويتعمل له يجيب ورقه من ثاني ويجي لجنه تمتحنه وبعد كده يبقى ياخد الكارنيه. طالبين يتعملوا لجنه من جديد؟
امال ايه؟ مش هو موقوف 10 شهور؟ طيب بيتعمل له بقى ايه الطلبات دلوقتي؟ ايه الطلبات يا استاذ سعيد؟ اتفضل. الطلبات دلوقتي يتعمل له اعاده تقييم. اعاده تقييم. بلجنه جديده. بلجنه جديده طبعا عشان اللي حصل دوت الوقت دي العشر شهور دولت. يعني اتعمل كارنيه، عايزين نعرف طب مين اللي عمل له كارنيه؟ ما هو قال لي بقى انك انت ما تيجي انت تدير النقابه عشان بسال سؤال زي دوت. فطبعا والاستاذ طبعا طارق بيقول لك يعني الموضوع كان يتقال في النقابه، ايه الفرق ان هو يتقال في النقابه؟ احنا صدقنا عن مؤتمر وعايزين نعرف ايه اللي حصل بس. لكن طيب الموضوع استاذ طارق، هل وارد عمل لجنه جديده لحسن شاكوش زي ما بيقول دلوقتي استاذ سعيد؟ هسال سؤالين واحدين بس. اتفضل. لما انتوا موقوف 10 شهور وانتوا بتفكروا في عمل لجنه جديده، امال وافقتوا على المؤتمر وجيتوا ليه وقلت ابوس راسه كمان واعتذر لنا كمان في المؤتمر، ولا ده تفكير حديث اللحظه بوقتنا؟ لا يا حبيبي، لا لا، هو عشان احمد رمضان عمل كده عشان مصلحه احمد رمضان. لا يعني انت ما كنتش شايف النقطه دي مثلا وفجاه شفتها، ولا ده وارد ما حدث؟ لا احنا جايين، احنا جايين نصلح الموضوع يا استاذ طارق. احنا نيتنا كويسه. ان تقييم من جديد ده حاجه اعتقد ان هي غير قانونيه، الشؤون القانونيه اللي اتبت فيها. خلاص بقى شوف الشؤون القانونيه، لو قال لا خلاص خلوه بقى ياخد كارنيه ويشتغل وينزل شغله على انه هو خد واشتغل. انا ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله، لكن اللي هو قاله احمد رمضان دوت يتحاسب عليه. يعني يتحاسب عليه ازاي يعني؟ يتحاسب عليه طبعا. هم كل هو دلوقتي يعني اهان كل عازفين الايقاع، انتوا مالكمش لازمه اساسا، تعالوا انتوا دول. هو ما قالش كده يا استاذ سعيد. لا ما معناها كده يا استاذ، هو ما قالش كده بس معناها كده. تعالوا انتوا دول معناها ما انت برضو تدخلت في العمل، اعملوا كذا واعملوا كذا، بتقول لمجلس الاداره كده، بتملي عليه اعملوا كذا. طب ما ده مجلس انتوا انتخبتوه، هو قال نصا ده مجلس منتخب، انتوا انتخبتوه لاداره جمهوريه مصر، انتخبتوه لاداره شؤون الموسيقى. ما تيجي تديرها انت الكلمه اللي قالها، يعني انا سايبك تقول الكلمه بس، ما قلتش ما قبلها وما بعدها. هو بيقول كده على ان ده مجلس تم انتخابه من الجمعيه العموميه بالكامل، فانتخابه ايه مخول ليه انه يدير شؤون الموسيقى والغناء لمده الانتخاب. يا استاذ طارق ما حاولتش تتكلموا على استاذ سعيد بعد اللي حصل ده؟ الطيب بخاطرهم وهو موجود معاك على الهواء، يعني الناس محتاجين يعني تاخدوا بخاطرهم كده، تطيبوا بخاطرهم شويه. يعني خاطرهم اكتر، تقول انتوا اخوات وبيتقابلوا. لو قفلنا هوا دلوقتي وراح استوديو لا احمد رمضان هيخبوسه ويسلم عليه، ولا هم طبيعتهم كده. هم طبيعتهم كده، لكن احنا مش مفيش مشكله عشان نعمل عليه مشكله. خلاص المشكله يا استاذ طارق، انا كلمت بعد المؤتمر الاستاذ هاني شاكر عشان علمت من برضه من الاساتذه المجلس ان هاني شاكر يعني تعب جدا، وانا اتكلمت معاه واطمئنيت عليه، قلت له يا استاذ هاني المواضيع بسيطه وانت روق نفسك، واتكلمت معاه ومفيش اي حاجه ومفيش حاجه، والفنانه نجا مصطفى اتكلمت معاها ومفيش اي حاجه. احنا جايين ببنيه خير. انا الاستاذ هاني لما قال لي ما تجيبش ناس كتير وبقيت اتهرب من العازفين وما اقول لهمش المؤتمر رايح فين عشان ما تحصلش اي مشكله، ابتديت اجيب دكاتره من المعهد اساتذه الايقاع اللي قاعدين قدام حضرتك دول. اي موسيقي دول اي موسيقي يا استاذ سعيد على راسنا من فوق. يا حبيبي ما انا مش عايز اعمل، ما في ناس نفوسها صعبه شويه ممكن يعملوا مشكله، وانا مش عايز مشكله، انا عايز الموضوع يتقضى كده في الخير وخلصت الليله. ما يصحش ان هو كان يقول كده، ما تيجي انت تديرها، يعني ايه اجي اديرها دي؟